انا متشكر. على ايه يا عم؟ دي سيجاره. لا سيجارتي، انا قصدي يعني انا متشكر على اللي انت عملته معايا، الفلوس اللي اديتها لي قبل ما نيجي هنا. انا عملت حاجات كتيره قوي بيها، دفعت فلوس العيال في المدرسه، فلوس الدروس، وجبت لهم لبس جديد كمان، وكمان على اللي عملته معايا قبل ما نيجي كده، انك خرجتني من دايره الزباله اللي انا كنت فيها. انا عارف ان احنا بنعمل هنا حاجه غلط، بس جوايا احساس انك انسان نظيف وهتدخلني دايره نظيفه، مع اني مش عارف بالظبط احنا بنعمل ايه هنا. مفيش حد بيدخل حد في دواير ولا يطلع حد من دواير يا دكتور. بختك على دراعك، كل واحد بيختار طريقه، فبلاش تبيع لانك مظلوم. انت راجل متعلم كويس ودماغك وزانه، وانا راجل نمت على الرصيف، فما تقعدش تقول لي بقى ان اسود مراتك وهم الدنيا والغلب والحوجه والعوجه والموجه جبرتك تشتغل مع عادل الشغل اللي مش مظبوط. في ناس ظروفها اوسخ منك كتير، في ناس بتكمل بقيت عشاها نوم يا دكتور، بس ماسكه بايديها واسنانها في الطريق المظبوط. وانا لما اخترت الصح اخترته بمزاجي وبدماغي، وهدافع عنه لحد ما اموت. عندك على قد ايه؟ معايا تلاتة. ربنا يخليهم لك. بتحبهم؟ ده مش سؤال يا ثوب. طبعا وانا بحب حاجة غيرهم. دافع عن سيرتك، دافع عن سيرتك يا دكتور.